من أساسيات علم الحساب عند العرب لغة الأرقام، فالأسبوع من السبعة: الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء، الخميس، ومن ثم يجتمعون بعد عناء الأسبوع بيوم الجمعة. ومن مواسم الرياح عند العرب رياح الخمسين لأن مدتها 50 يوما، ومن مواسم الفصول عندهم المربعانية لأن مدتها 40 يوما، وعندنا مربعانيتين: مربعانية قيض ومربعانية شتاء. قالت: بلغت 40، فهل ترى أني كبرت على الجمال فزال؟ قلت: الذي سواك أبدع صانع، زادتك تلك 40 جمالا. وغدا الجمعة أول موسم مربعانية القيض، فمع بدايتها ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على جل البلدان العربية ما عدا سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، فتبدأ عندهم أمطار الخريف، وخلالها نعيش النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة. وفي نهايتها تبدأ الأجواء المملة، رطوبة على السواحل وحرارة الهجير على غيرها. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فليس له إلا الفراق عتاب. ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب.